السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعضاء نادي القراءة بالمركز السوسيو الثقافي بتطوان. مرحبا بجميع القراء. الشيء المشترك الذي يجمعنا داخل النادي هو الكتاب وشغف القراءة. الكتاب الذي نعتبره نحن معشر القراء كباب نعبر من خلاله لعوالم غير عالمنا، ونعيش فيه أزمنة غير زماننا، ونصبح جزءا من شخصياته وأحداثه، فنجد أنفسنا نروي بعضا منها لأصدقائنا والمقربين منا وننصحهم بقراءته دون أن نشعر. فإن تقاسمنا الكتب التي نقرأها مع الآخرين على أوسع نطاق، سيكون حتما أمرا ممتعا ومفيدا في نفس الوقت. وعلى هذا الأساس ارتأى نادي القراءة خلق فرصة جديدة لكم أيها القراء الأعزاء لتشاركونا الكتب التي قرأتموها من خلال نشاط جديد أسميناه همسة قارئ. هدف هذا النشاط، وكما سبق الإشارة إليه، هو مشاركة الكتب القيمة والمفيدة التي قرأتموها بمختلف مجالاتها المعرفية وبمختلف اللغات. وللمشاركة في هذا النشاط يجب عليكم أولاً الانضمام إلى مجموعة نادي القراءة على الفيسبوك وملء استمارة المشاركة. في انتظار تفاعلاتكم مع مشروع همسة قارئ، دمتم للقراءة والكتاب أوفياء.